عسلامة، مرحبا بكم الناس كل فيديو جديد. ان شاء الله تكونوا لاباس وفي صحة جيدة. اليوم باش نحكيو على السيارة العائلية الشعبية الوحيدة في تونس، واللي هي ميتسوبيشي التراج الشعبية. باش نحكيو على كل خصائص اللي فيها، وشعار سيارتنا اليوم هو الاقتصاد. سيارة اقتصادية، أو مش اقتصادية في الاستهلاك تاع ليسونس كهو، اقتصادية في حاجات أخرين نكتشفوها مع بعضنا. قبل ما نبداو نحكيو على السيارة نتاعنا، ما تنساش تعمل أبوني للشين يوتيوب كان تحب تتبع توت لي نوفوتي أوتوموبيل، وتحب ترى فيديوهات كيف هناك، وكان تحب تتبع كل جديد عالم سيارات بشكل يومي تبعنا على الباج فيسبوك والانستغرام، تلقى اللينك في الديسكريبسيون اللوتر. اما لحظه قبل ما نبداو الفيديو، فما فورمولير ماذا بيا كانت عمرو فيه 4 ولا 5 اسئله يخص غسيل السيارات. فيه اسئله للمستهلكين التوانسه، كيفاش تحب غسيل سيارات، وحسيلو 4 ولا 5 اسئله، تلقى اللينك في الديسكريبسيون اللوتر. يلا بينا، ليتس جو. باهي، ميتسوبيشي اتراج كهرباء دي باش تقولي نعرفها من قبل وجات عندها برشا وكل مالاش نيبس جديدنا تو. باهي، اباري باش نحكي لك على الخصائص الكل اللي فيها، الخاصيات الكل اللي فيها، وباش نتعمق وقتها في السياره. في اخر الفيديو باش نخلي لك اراء العباد اللي شراوها شنو كان رايهم فيها بعد ما جربوها لمده اشهر او سنوات حتى. باهي، اول حاجه في الاكستيريور اللي لاحظوا ليدونتيتي هذه نتاع ميتسوبيشي، هذه ليدونتيتي الجديده نتاعها. جابوها من الميتسوبيشي ال 200 جديده، وميتسوبيشي ال 200 جابوها من دوتر موديل حتى قبلها. دونك هذه ليدونتيتي جديده. نحب نذكركم اللي هذا جوست فيس ليفت ريستيلاج، ماهوش جينيراسيون جديده. دونك شوفوا الكروماج موجود من غادي، موجود من شيرت اللوغو، موجود على اللوغو زاده. دونك الكروماج بالرسمي تحسهم مغطي الكهرباء. عجناب تاع الكهرباء نقاوه اللي بالرسمي كهرباء. دونك كيما قلت لكم السياره العائليه الشعبيه الوحيده في تونس. دونك كيما قاعدين تشوفوا فيها تريكور، دونك فيها جونت اون الومنيوم، والبونيه نتاعها نفس اللون نتاع الكهرباء، ماهمش كرومي. ولهنا عندك الحلان والتسكير والتخديم زاده نتاعها بالمفتاح، وفران ديسك من قدام، وفران طنبور من تالي، والريتروفيزور زاده نفس اللون نتاع الكهرباء. هذه جلوبالمون من البرا على جنب. من جنب نتاعها توحينا اللي هي فيها ديزيسباس باهي من داخل، عطاو نكتشفوها مع بعضنا من داخل لين نشوفوا الكوفر نتاعها. باهي، بالنسبه للتلاني نتاع الكهرباء كيما قاعدين تشوفوا فيها نفس الحكايه القدامي، الكروماج نقاوه هوني، نقاوه زاده في السيجل نتاعها، وكلمه اتراج، وعم كسام نتاع الكونسيسيونير عامل شويه سبونسورينغ روحو حاط النمرو نتاعو. باهي، البرشوك نتاعها والديزاين نتاعها من الحق مزيان، مش خايب بكل، تحسن برشا بارابور على الفيرسيون بيفور فيس ليفت الافون لو ستيلي. دونك نقاو من غادي لي فيو عاديين على الداخل، ما فماش فيولاد. نقاو ديفيزور صغير منه، ما عندناش الرادار دو ريكول لا حتى شيء، وعندنا منا التروازيام في دوستوك. هذا هو بالنسبه للتيلاني نتاع الكهرباء. باهي، بالنسبه طول للانتريور، بالنسبه للانتريور شنو دوب الكوفر نتاعها. الكوفر نتاعها تنجم تحلو من طريقتين، دونك طريقين. دونك لهنا عندك بوتون لداخل تنوريهولك، والا بالمفتاح نتاعها من هوني. الحقيقه من هوني الحكايه ماهيش سيكوريزي بالكل، لهنا من ناحيه السلامه وكل نجم واحد اخر يحلو بسهوله تقريبا. دونك نهزوا الكوفر من هكا، ولهنا قبل ما نحكيو على الحموله نتاعو خلينا نشوفوا لهنا. هنا كما قاعدين تشوفوا حتى شيء ما هو مغلف. دونك هذا من الحاجات اللي عملوهم، ولا من الحاجات اللي ما خدموش عليهم وقت اللي خموا انه يعملوا سياره كما نقولوا لو كوست نتاعهم. دونك حتى شيء ما هو مغلف. هنا هذه الخيط تنزل على البوطون غادي، الخيط هذا هو اللي يوصل السينيال. لهنا الكوبه زاده ماهيش مغلفه، حتى شيء ما هو مغلف من الكهرباء، الا لهنا غلفوها كلها على جناب بالكدا بالكدا. دونك الحموله نتاعو 450 لتر، حاجه باهيه بالكدا بالكدا. هذيا كي نطلعوه نلقاو روت سكور نتاعها جونتالو، ونفس المقاسات نتاع العجالي البرانين من نوع بريدجستون، وهذيا السيستم تاع الاوتياج نتاعها. ومن هنا كيما قاعدين نشوفوا فيها ماهيش مغلفه، عاديه على الاخر. الحاجه جدا اللي لفتت انتباهي في الكهرباء انه كيما قاعدين نشوفوا هكا البونكيت ماهيش رابطابل. دونك ما فماش البونكيت، ما تهبطش باش انت تزيد اكثر سباس. دونك الفوليوم تاع الكوفر الماكسيمال نتاعك واللي هو 450 لتر، وعجنب ما عندكش وين تحط رونجمون، ما عندكش كروشيه. هذا هو بالنسبه للكوفر نتاع الكهرباء. يلا نشوفوا في الانتريور شنو عملوا. باهي، قبل ما نبدا نحكي شنو فما من داخل، خاطر اكيد لنا سياره شعبيه اكيد لازمك تعرف عليها كل شيء اللي تعرف في السباس الداخل. ساشون انا كان قلت لك في الفيديو اللي هي السياره العائليه الشعبيه الوحيده في تونس. دونك لنا نشوفوا مع بعضنا ساعه المفتاح. المفتاح نتاعها كيما قاعدين تشوفوا فيه سامبل على الاخر برسم، من غير حتى مصروف، من غير حتى تعب. سيبني قال لك حاط لك اللوجو لهنا، حل وسكر وكهو. والدوبل نتاعها عادي كيف ما نعرفوا الدوبل تاع اغلب السيارات الشعبيين اللي يخرجوا في تونس. هذا هو بالنسبه للمفتاح نتاعها. باهي، لهنا ما تفكرش في اول فيديو كي قلت لك سياره اقتصاديه، او مش اقتصاديه في الستيل كهو، اقتصاديه في حاجه اخرى. شنو هي الحاجه الاخرى؟ واللي هي في تكلفه الصنع نتاعها على حسب التوجه نتاعها. دونك لنا كان قاعدين نشوفوا من السكه كلها بلاستيك،
ابار باش نحكيو على هذا ساعه لانها كلها بلاستيك. اسكو هذا انكونفينيون؟ اسكو هذه سلبيه في الكهرباء؟ احنا نقولك اللي هي ما نجموش نحطها كسلبيه. علاش؟ على خاطر من الاول التوجه من الاول ان علاش صنعنا الاتراج. هي اتراج كيف جات الفكره نتاعها؟ كان عندنا ميراج، ميراج اللي تعرفوه الناس كل باش تولي في الشعبيه ضد بروشينمون. دونك كان عندنا ميراج نردوها بالمال على خاطر السوق الاسيوي يحبوا على كهرباء كبيره عائليه او ميم طون رخيصه. دونك لهنا من الاول التوجه انه كهرباء كما نقولوا كلمه لو كوست بين ظفرين. باهي شعمل لك باش نحط لك اللو كوست شنيا؟ مانيش نحط نمسلك الموتور خاطر الموتور متاكد من الجوده نتاعو، مانيش نمسلك في لي زوبسيون اللي لازمهم يتحطوا من الاول خاطر داك متاكد منه، ما شنيا مسلك حكايه الكاليتي. دونك الكاليتي نتاع الكهرباء من داخل، مسلك حكايه الكونفور زاده. دونك لنا نشوفوا اللي فما البلاستيك بالكدا بالكدا. البلاستيك هذا كما قاعدين نشوفوا كي نمسلو مش قاعد يدي مش قاعده تدخل الفيتر مانيويل. لهنا عندي حاجتين باش نحكي عليهم حبيتهم لو كانوا يكونوا موجودين حتى ولا كان خمو في اللو كوست. دونك لنا عندنا فيتر مانيول كان جاي الكتريك معناتها على خاطر احنا تو في 2022 كما تعرفوا عائله زاد يحبوا زاد الكتريك من تالي. والحاجه الثانيه والاهم من هذا واللي هي انك رانجمون هوني. دونك لهنا فما حتى رانجمون، وهي حكايه لاحظتها حتى في الفيرسيون اللي تمشي دول الخليج. دونك حتى في الفيرسيون تمشي دول الخليج معناتها لي فيرسيون الاخرين ما خير توت اوبسيون ما فيهمش رانجمون هوني. لهنا عندنا انوت بارلور والبواني كما قاعدين تشوفوا فيها اون بلاستيك وعاديه على الاخر. باه في برا في البراني تاع الكهرباء قلت لكم اللي طولها بالكدا يحينا انه باش تكون فما اسباس به من داخل. باهي لهنا وخرت الكرسي هذايا للاخر وانا قعدت كي طولي حكايه متر 76 متر 77. لهنا باش نشوفوا الاسباس، الاسباس من هنا وشوفوا الاسباس هذا من هنا لهنا. هذه ابار جوده المحرك وابار الاستهلاك نتاع الليسانس كارت الربح تاع الكهرباء انها تكون بالرسمي سباسيوس بالكدا 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 كيما حكيت لكم زاده في الكوفر نتاعها. دونك شوفوا لي زيسباس باهيين بالكدا رغم اللي راهو نقصوا من الكونفور، اما ماك تحب تقعد ماك تحب تركب ثلاثه من تالي يا سيدي ركبهم ثلاثه من تالي. كونفور ما فماش اوكي تفهمنا فيه خاطر كيما قلت لكم حسب التوجه نتاع الكهرباء. نجرب البلاصه الوسطانيه. البلاصه الوسطانيه زاده ماهيش خايبه بالكل كما قاعدين تشوفها. التونيل صحيح طلع شوي انت كي باش تقعد ينجم يقعد مع حدك، كان واحد لهنا على جناب موش بصحته ينجم يقعد زاده وما يحس بحتى اقلاق. باهي لهنا كوتي كونفور شنو يعملوا؟ ما عملوا حتى شيء. اللي ما عجبتنيش انه لي روبوستات نتاعها لهنا انتجري معناتها لاصقين في وسط البنكات نتاعها لا يطلعوا لا يعطوا. دونك لهنا حبوا يوصلوا ميساج الى الكهرباء مجهوله العائله يكونوا عندها صغار يركبوا فنتيلي مش ادولت هكا صغار راسهم يمثل هنا سينو ادولت هكا شفت ما عندك عليه وين باش تحط راسك. لهنا حاطين لك ان بورت غوبلي وما فماش ايزوفيكس في الكهرباء الوغ كو في الفيرسيون اللي تمشي دول الخليج فيها ايزوفيكس. دونك هذه اوبسيون معناتها هما حطوها اما في الفئه هذه في لونتريت جام هذيا ما حطوهاش وما عندناش بلافونيي من الفوق رغم اللي سانسيرمون الحقيقه حبيت انه يكون فما بلافونيي على خاطر مادام توجه كان انه كهرباء عائليه باقل تكاليف على الاقل نحطوا حتى بلافونيه كيما حطوه من قدام هكايا ديزاين سامبل كونسيبت سامبل على الاخر على الاخر. يلا نطلع من قدام نشوفوا شنيا وفروا العائله. انا مش حكيت لكم قاعدين يقتصدوا في الكهرباء حتى في ناحيه الصنع لهنا حتى كي باش نحكي على الكونتر بورت هذا ما يصيرش نجم نحكي على الكونتر بورت نتاع الباساجير مش حتى تاع الكونديكتور. لهنا عندنا فيتر الكتريك من قدام شوفوا كيفاش ما حطوش الفيتر الكتريك نتاع الباساجي معناتها نتاع المرافق اللي بحذاك. دونك حطوا لك كام تاعك انت كهوي سيدي بقل تكاليف علاش انا غاليه. حطوا لك رونجمون كيما قاعد تشوف فيه تحط فيه دبوزه وقال لك ما تحطش فيه غوبلي هكا يوصيوا فيكم الجماعه. وحط لك كوت بارلور و ما فما حتى روفيتمون زاد البلاستيك كيما من قدام كيما من تالي هكا لا ظلموا لا القدام لا التالي من الاول عارفين رواحهم وفاهمين ايش قاعدين يعملوا. تو نحكيو شنو عندنا الداخل. باهي لهنا الفولون تاعنا كي تشوفوا فيه عادي على الاخر ماهوش ملتي فونكسيون بس اني علاش ما فيهوش لهنا بوتونات باش تحكم فيهم في البوست. البوست هذا ما فيهوش من الاصل ما فيهوش بوتونات، فما فيرسيون اخرى مش في تونس مره اخرى فيها ليكرون. ديجا انا ننصحك كان انت بالرسمي انت خذيت الكهرباء هذه وعجبتك وتحبك كي تكون كومفورتابل اكثر وممتع اكثر ركب لها ليكرون تاعها. ديجا يتنحى هذا وركب لها ليكرون تاعها فما راهو ليكرون تاعها خير برشا ما هالبوست هذايا ستاندار قديم بازيك شوي. دونك لهنا ما فماش ملتي فونكسيون كيما قلت لك فيها الارباك. بالنسبه لحكايه الارباك مادام دخلنا في السيكوريتي فيها ارباك منا وارباك منا ارباك للسيق وارباك للبحذاء ما فماش ارباك التالي رغم اللي الكهرباء كبيره. دونك حبيت لنا لو كان على الاقل عندنا كارت الارباك باش كي نضمن السلامه تاع الكهرباء بتكون كارتها بالرسمي رابحه بالكدا بالكدا بالكدا. عشنا بهذا عندنا التلفزيون تاعها الكتريك وبعد عندنا ثلاثة بلست ما فيهم حتى شيء فارغين. نورمالمون يكون فما لي اس بي اما لي اس بي مش موجود مرة أخرى في الفئة هذه خاطرها فئة شعبية ماهوش انكونفينيون فئة شعبية ابخي تو قلت لك شعبية معناتها وبالسوم حتى لذاك اللي وصلت بيه. دونك ما تصورش كان واحد يتشرط أكثر. لهنا كيما قاعدين تشوفوا الكونتور والكونتور
سامبل على الاخر من غير تكسير راس بالرسمه زيتها واحد ما يحبش يكسر راسه. عندنا الكونتور، عندنا محل الكونتور، وعندنا اورديناتور دو بور صغير على الاخر. مادام حكينا عليه نحطوا كونتاكت كما قاعدين نشوفوا فيها لا بي اس، وهذاك هو هذاك هو بالنسبه للسكيورتي فيها كان لا بي اس. ومن هنا هذيك تبدل معناتها الحاجات شنو حاجتك بالاورديناتور دو بور. دونك كما قاعدين تشوفوا قال لي هنا تريب ا تريب بي، ما عرفتش شنو قاعدين نشوفوا فيه، لان عطاني الاوتونومي نتاع الكهرباء وعطاني الافرج، الافرج كونسبشن يعني الاستهلاك الافرج يعني الموين، وعطاني اوف ولا اون هذيك نتاع لونتريتيان، وعطاني قداش الكهرباء ماشيه. وفيها حاجه الاخرى الباهيه، فيها الموديكو. دونك فيها الموديكو واللي هو شنو يعمل موديكو، باش ينقص في البويسونس نتاع الكهرباء باش يوصل يخليك تستهلك اقل. دونك هو موديكو معناتها مش انت سوق كيما تحب، اما راكم موديكو تو يعمل لك مزيان نقص الكونسوماسيون، نو هي باش ينقص لك من البويسونس نتاعها، وعلى هذاك باش تنقص الكونسوماسيون اوتوماتيكمون. باهي نمشيو من هذاك، عندنا من هنا وين تخدم الفيروس والضوء، وعندنا لهنا نتاع السويكلاس سامبل زاده على الاخر على الاخر. بالفوق عندنا ليزيراتور السوكل هذا كله داير بيه الاكحل هذايا، انسي تسمو حاسيلو الاكحل هذايا، هو باش على الاقل زين شويه باش ما تفدش برشا من البلاستيك اللي داير بالكهرباء. دونك هنا عندنا الاوتو راديو اللي حكيت لك عليه، فيه سي دي، دونك عندنا برشا على الكهرباء فيه سي دي، هما بداو ينقرضوا عادي على الاخر. فيه كيما قاعد ترى في كلمه اوكس، غادي اوكس معناتها تنجم تحط الكابل نتاعك تحط اسم الاغنيه تاع تليفونك تاع سمارت فون نتاعك، وهذا هو بالنسبه للكابل. ما في بالنسبه للاوتو راديو ما فيه حتى شيء دو سبيسيال، لهنا كي تنزل على هذه تحكيت الوقت هذيك هي. دونك لهنا من الفوق عندنا كيما قاعدين تشوفوا التليفونيه صغرون على الاخر برسمه هي كيوت هكا صغرون، بقل تكل في سيدي بقل مو شاعل هكا، هو بقل تكل في سيدي على الاخر على الاخر على الاخر. نرجعوا لنا عندنا الكليماتيزون تاع الكهرباء مانيوال، وهذه حطوا لها طرف كروماج باش انت ما تذكرش لي هذه حاجه قديمه على الاخر ما عادش يستعملوا فيها العباد، اما حطوا لك كروماج يزينوها شويه كيما زينوا هذوما. الكليماتيزور في 4 في تسات، على فكره حسب ما قريت على الكهرباء وحسب ما شفت اراء العباد بالرسم الكليماتيزور قوي بالكدا 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 لدرجه انه يوصل لايراسيون التالي من غير حتى مشكل. نهبط اللوتر يقعد تبع فينا البلاستيك وذي حاجه عاديه كما قلت لك كما فسرت لك قبيله. لهنا عندنا 12 فولت حط تشارج تليفونك، ولهنا عندنا اليو اس بي زاده تحط تليفونك تنجم تشارجي. عندنا رونجمون هوني تاع ستوش، وعندنا دو بورت غوبلي، لان باش تقول لي فما بوتونات فارغين هذاك اكيد فما دي زوبسيون اخرين، ولا انت كان تحب تزيد اوبسيون هاكا عندك بوتون فارغه حاضره من غير ما تقعد تعقد في الامور. بوات فيتيس 5 رابور مانيويل، ولهنا عندنا الفرن ما عادي وكما قلت لكم في القدام في التالي راهو في التلانين ها هو البورت غوبلي قاعدين تشوفوا فيه هوني. نطلعوا فوق من هنا نقاو عندنا ميروار دو كورتوازي، هاك تحط غادي وراق الكهرباء، ولهنا ما فماش السوق الاسيوي ولا في اسيا العادات هذا هكاك ظهر لي. اسيا شنو نحكي لك انا، اسيا نحكي لك ماليزيا كل الدول هذوكم تايلاند هذوك الدول هذوكم هم الموجودين برشا الكهرباء دوما. ولهنا عندنا المرايه كما قاعدين تشوفوا فيها سامبل على الاخر، على جناب ليزيراتور كما قاعدين تشوفوا فيهم عاديين على الاخر. دونك هذا باش نحكيو جلوبالمون على الكهرباء، عندنا رونجمون هوني وعندنا هذا زاده تبارك الله كبير مش خايب. لا هي في الاسباس في الاسباس ماش خايبه، كي تشوف حاجه فاهم معناتها وين كي وين باش تحط حاجتك راهي ماش خايبه بكل. نبداو من هنا ونوصلوا حتى المال كبير بالكدا. اما هذا كيما قلت لكم التوجه نتاع الكهرباء كان انه باش تكون كهرباء لو كوست تاع ميتسوبيشي، اما لو كوست تاع ميتسوبيشي مش كيما لو كوست تاع ماركات اخرين الحقيقه. انا متاكد البلاستيك هذايا، انا ما لقيت حتى واحد شكا منه البلاستيك هذايا، متاكد البلاستيك هذايا الكاليتي نتاعو الجوده نتاعو باهيه برشا. باهي توا مادام حكينا هكا نحكيو على كملنا هكا نحكيو على الموتور نتاع الكهرباء. باهي الموتور تاع الكهرباء 1.2 ما ينجمش يكون اكثر من 1.2، نذكركم ما ينجمش يكون اكثر من 1.2 بالنسبه للسيارات الشعبيه في تونس هذا القانون. باهي كاتشوفو بيان سور، وفيه 78 حصان، 78 حصان في 6500 دوره في الدقيقه. نفسر حاجه في الحكايه هذه يمكن ما فسرها لكمش حد قبل. باهي 78 حصان في 6500 دوره في الدقيقه. باهي باش تقول لي تو انا الكهرباء مالها هذه تو تاع اوتوروت ولا ماهيش تاع اوتوروت؟ باهي الكهرباء هذه تنجم نمشي بها في الاوتوروت، وحسب ما قريت ديزافيف ما بعد مشاو بها في اوتوروت وامورهم واضحه. اما انا سمعت نش قلت لك 78 حصان في 6500، معناتها انت الريجيم اللي قاعد ترى فيه هذاك يطلع على 6500
يطلع 6500 تحصل على 78 حصان، معناتها انت في اللوتوروت باش تبقى تمشي بين 5000 و 6000، هكايا باش تخسر الموتور، وكايا كان باش تخدمك ما تزور الاداء بالرسمي باش يقل على الاخر، دونك هكاك الموتور باش يتكسر مش يتكسر تبارك الله ميتسوبيشي جودة موتوراتها باهية برشا، أما لهنايا لهنايا انت قاعد تخسر في الكهرباء، عبارة قاعد تنقص في العمر الافتراضي تاع المحرك، عبارة زاد معناتها قاعد تزيد في الكونسوماسيون وباش تحس الكهرباء ماهيش ماشية معاك كيما تمشي معاك في وسط المدينة، هاك علاش التوجه الأكثرية تاع الكهرباء هذه أن تكون كهرباء في وسط العاصمة كاية تزبى صغار القراية تمشي بها الخدمة تعمل بها قضية الصغار هذوما با بلوس، دونك هذا هو بالنسبة للقوس اللي حليته على المحرك نتاعها، ومع هذا زاد باش نجبدوا الكوبل نتاعها العزم نتاعها، العزم نتاعها 100 نيوتن متر، 100 نيوتن متر في 3500 ظهر لي في 3500 دورة في الدقيقة، باهي نعاود نذكركم اللي السيارة هذه شعبية دونك مش تشريها دو سويت دوما أنت تقارب تشريها دونك فيها حكاية بون وحكاية حكاية دوسيي في وزارة التجارة، ديلي داتونت ما عندي عليه حتى فكرة بالرسمي أنا أصلا ما سألتش عليه ديلي داتونت ما حشتيش باش نعرف كان حاجتك بالديلي داتونت أنت سولون النوميرو نتاعك سولون لاريفاج وسولون شنين الكراب الموجودين دونك تنجم تعرف وقتاش تنجم تحصل على السيارة نتاعك. دونك هذا جلوبالمون بالنسبه للكهرباء، هاك نكونوا كملنا الفيديو نتاعنا، باش نخلي لكم شويه اخر اراء العباد اللي عباد عليها، دونك انا مشيت جمعت الاراء العباد اللي كسبوها خاطر كيما قلت لكم خرجت عندها زاده مده، اراء العباد اللي كسبوها باش انت اذا باش تخمم تشريها دونك من الاخر تقرر يا تشري يا لا. دونك تنساش تعمل اشتراك للقناه وما تنساش تتابعنا على الباج فيسبوك وعلى الباج انستغرام باش تتبع كل جديد عالم السيارات بشكل يومي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.